انا قلت اجي واقعد معاك، بس لو عاوزني امشي اوكي ممكن امشي عادي. تمشي فين يا حبيبتي؟ انا عايزك جنبي طول عمري، خليكي قاعده ما تمشيش. بتفكر في ايه؟ فيكي طبعا يا ريم. متضايق صح؟ اكيد يا حبيبي، قعدتك على كرسي متحرك كده مش سهله، احساس بالتكتيفه بشع. وانا عمري ما تخيلت ان انا اكمل حياتي كلها اللي جايه وانا قاعد على كرسي متحرك. لا ما تقولش كده، هتمشي هتمشي وهترجع احسن من الاول كمان. تفتكر يا ريم هرجع زي الاول تاني؟ اخس عليك، لا بجد بجد ما تفكرش كده، لازم تحس كده من جواك ان انت هتقوم وترجع تبقى كويس وتمشي، كل حاجه هتبقى تمام التمام. يا حبيبتي انتي عارفة اكتر حاجة مدياني امل في بكرة ومدياني باور فظيع ان انتي هتفضلي جنبي طول عمرك، مش تبعدي عني ابدا. حبيبي انا لا يمكن اسيبك ابدا، انا هفضل طول عمري جنبك، هبقى عينك اللي بتشوف بيها، ايديك ورجليك كمان. بس انا مش عايزة اتقل عليكي. لا بجد بجد هزعل منك، ما تقولش كده. يعني انا لو حصل لي كده هتعمل ايه؟ بعد الشر عليكي. لا بجد بجد هتعمل ايه؟ هتسيبني؟ هتقول خلاص اهي راحت؟ اسيبك ازاي يا ريم؟ انا ما اقدرش اسيبك يا حبيبتي، انا جنبك طول العمر وعمري ما هسيبك ابدا. حبيبي اذا كان في حد فاكر ان عادل وقع فده مستحيل، مستحيل تقع طول ما انا جنبك. اصل انت بجد ما تعرفش ريم. مين اللي قال كده؟ انا ما اعرفش ريم؟ ازاي بقى؟ انا عارفك كويس قوي يا ريم، عارفك اكتر من نفسك. بقولك بحبك وما اقدرش اعيش من غيرك. بس عارف يا ريم انا في حاجه مجنناني بجد، نفسي اعرف مين اللي فكلي فرامل العربيه ووصلني المرحله الزفت اللي انا فيها دي. بس محتار، لو انا عرفته هعمل فيه ايه؟ اقتله واتويه هيبقى ارتاح، اقطعه باسناني واموته برضه هيبقى ارتاح. لكن انا لو عرفته هقطع له رجليه الاتنين وارميه في وسط الناس عشان اسيبه عبره ويحس نفس الاحساس اللي انا حسيته وانا قاعد على الكرسي ده. صح جدا كمان. بيت بيت يا مفيدة. مفيدة مين البت اللي كانت معاكي دي؟ مفيدة. الله اسمها مفيدة، اسمها حلو قوي. وعايز منها ايه؟ عجباني. عجبك؟ ابعد عنها، هي مش ناقصاك. الله لا انا قلت حاجه غلط، انا قلت لك عجباني عايز اتكلم معاها. واحد مخنوق من البيت، قلنا نطلع نشم شويه هوا. وماله من حقك يا اختي. الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رجعت لاصلك الواطي. اصلي معروف، لا عمري استعريت منه ولا خبيته. واخبار الخدمه في بيت محرم ايه؟ أتفرقش كتير عن الخدمة في البيت الكبير؟ لا تفرق، البيت الكبير اللي يدخله تبقى أمه دعياله وربنا بيحبه. صح يا بيت؟ صح يا شمس. البيت الكبير ده لو كان بيت صح وليه همدان شايلاه ما كانش وجع واتحرق واحتنوا باشت. بقولك ايه، هو فتحي لسه بيكلمك؟ لا بيكلمني ولا بكلمه، ما عرفش عنه حاجة أصلا وما عايزاش أعرف. اطمن يا شمس، فتحي مش هيستجري يقرب مني تاني، هيخاف. مالك الصالح بالبت المحروقة داي؟ طيب يا شمس يلا يلا. مبروك يا حمد. يا بت مالك ساكتة ليه؟ ما تفرحي. خايفة قوي والله يا شهد من حسن. خايفة من حسن؟ ليه يعني؟ لا يكون مش عايز ولا حاجة. يخرب بيتك يا بنت، بطلي بقى دماغك دي، حرام عليكي. حسن طيب. شفتي؟ بتقول لك حسن طيب، يعني حسن طيب وانا يعني اللي شريره؟ هي دي اختك ريتان، مفيش فايده فيها. يا بنت حرام عليكي، بصي ولا تعبانه ولا اي حاجه، دي شويه دلع وشهوكه بس عشان تحنن قلب امك وحسن عليها. طب ايه المشكله يعني يا اختي؟ ما انا عايزه اتدلع يعني، ايه المشكله؟ هو انت مش هتتغيري ابدا؟ ايه؟ مش هتغير. الله يكون في عونك يا حسن. مبروك مبروك. يلا خلي بالك من الرجال.
مبروك. بقول لك يا زينب، طب احنا سيبنا الرجال كده لوحدها ايه؟ يا حبيبتي ما تقلقيش، هي كويسه، بس عشان نسيبهم يتكلموا مع بعض شويه. هي مش تعبانه يعني كمان؟ اول الحمل بيبقى كده. هيا بنات، اختكم كويسه؟ الحمد لله. الحمد لله يا ماما. الحمد لله يا رب العالمين. يا رب تتم لها على خير يا رب، وترزقها بالخلفه الصالحه يا رب، ويكون توأم. يا رب، ولدين توأم يا رب. ماما ايه اللي انت بتقوليه ده؟ بدعي لاختك فيها حاجه دي يا ماما. هو لسه في حد بيفكر بالطريقه دي؟ انا يا اختي بفكر في الطريقه دي، مالها الطريقه دي باذن الله؟ ولا حاجه يا حبيبتي. طب خلاص، المهم احنا دلوقتي لازم نقعد مع بعض عشان عندنا كوارث لازم نفكر فيها. يا ساتر يا رب على الصبح، لسانك ده ما بينطقش غير الكوارث. ما تقولي حاجه حلوه يا بنتي. يا ماما يا حبيبتي، انت ناسيه ان في قضيه؟ انت في وسطنا دلوقتي وبره، بس يعني القضيه لسه شغاله. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. وانت لازمتك ايه؟ وانا كنت بربي وعلم عشان تقفي تقولي لي الكلمتين دول؟ ما تقفي جنب مني وتشوفي المصيبه اللي انا فيها دي. ماما تعالي. ايه انت كمان؟ تعالي يا حبيبتي. ايه؟ ننزل تحت انا وانت وشهد ونتكلم براحتك. ما انا لسه طالعه من تحت، هتنزلوني وتطلعوني؟ ده الغلب اللي انا فيه ده. مبسوط يا حسن؟ الحمد لله. مش باين عليك يعني. عايزاني اعمل ايه يعني؟ تحزم وارقص؟ لا مش قصدي، قصدي يعني ان انت ما بتضحكش كده وساكت. بعدين كان المفروض تيجي تطبطب عليا وتقعد جنبي. قلت لي ربنا يخليكي ليا يا مراتي يا حبيبتي. ما انا قلت لك مبروك يا ريتال. الله يبارك فيك يا ابو علي. انا عايزه احس ان انت مبسوط والله. استنى يا حسن، عايز ولد ولا بنت؟ كل يجيبه ربنا كويس. بس انا عارفه يعني ان انت نفسك في ولد، مش كده؟ انا قلت كل اللي يجيبه ربنا. طب ايه رايك بقى يعني ندعي ربنا كده، يمكن ربنا يرزقنا بتوأم ولا حاجه.